أكثر من 9000 ممرض ومساعد في التمريض سيلتحقون بالمؤسسات الاستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن بعد تخرج الدفعة الثانية من الشبه طبيين الحاصلين على شهادة ليسانس مهنية، ما سيعطي دفعا لقطاع الصحة لسد العجز المسجل في الممرضين المكونين. العام اللي فات كان عندنا 9600، العام هذا عندنا 9100، العام المقبل 12000. أنا نظن باللي هذه الأعداد كلها، أنا أعطيت 2019 نقضي نهائياً على الخلل ونولي ونمشيو بالتوصيات تاع منظمة الصحة العالمية، لكن الآن أنا ماخذ في الحسبان تاعي الناس اللي تخرج للتقاعد، معناها باش نعوضوهم الخلف لا رولاف موجودة اليوم الحمد لله. وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار وخلال حفل تخرج الشبه طبي لدفعة 2016 خرج ليعلن عن استحداث شهادات جديدة لتمكين طلبة الشبه طبيين من مواصلة الدراسات العليا قريبا. طبعا احنا نعتبرهم طلبة جامعيين مادام دخلوا بالبكالوريا وحصلوا على ليسونس علم، إذن من حقهم من الناحية العلمية ومن الناحية الموضوعية أن يواصلوا. الآن تبقى فقط البحث عن الآليات في كيفية تجسيد هذا المطلب الطبيعي، وأظن فيه إمكانية في المدرسة تاعهم أو على مستوى الجامعة ممكن يوصلوا على مستوى كلية الطب أو على مستوى مدارس خاصة بقطاع الصحة، لكن الباب مفتوح يعني مفيش العام هذا مش العام هذا لانه لازم نصوص قانونيه. ولان وزاره الصحه تراهن على طي ملف اعوان الشبه طبيين فخلق المناصب الماليه يقتصر فقط على خريجي معاهد التكوين العمومي، بل سيشمل حتى خريجي المدارس الخاصه. الشبه الطبي لما يتكون في المعاهد ولا المدارس نتاعنا المنصب نتاعو المالي مضمون. اكثر من هكذا وزاره الصحه حلت المشكل اللي كان قائم نتاع اللي تكونوا للشبه الطبيين اللي تكونوا في المدارس الحرة، فقط تأكدنا من أنهم تبعوا التكوين البيداغوجي. يبدو أن رهان المسؤول الأول على القطاع هو تدعيم المؤسسات الاستشفائية بإطارات مؤهلة، ما سينعكس على نوعية الخدمة التي سيحظى بها المريض الجزائري في انتظار تخرج أكثر من 12000 شبه طبي السنة المقبلة والقضاء بذلك نهائيا على العجز المسجل في سلك الشبه الطبيين مع أفاق 2019.